المشوار الأفريقي الذي قيل عن بداياته الكثير. 90 دقيقة كانت بمثابة الكهف المظلم الذي خرجت منه الأفناك أخيرا على خبر تأهلها إلى دور الربع النهائي، لتطلق الحناجر العنان لنفسها وفرحة جزائرية امتزجت بأنغام الأنغوليين الذين ضمنوا البقاء في العاصمة لواندا لاستكمال الطريق. تأهلنا وهذا هو المهم، وإن شاء الله عندنا تحضير اسبوع ان شاء الله باش نحضروا المقابله المهمه، وان شاء الله راهم اللاعبين واعيين المهمه، وان شاء الله تكون مهمه صعبه، وان شاء الله نجوز ان شاء الله الدور الاخر. محطة جديدة هي كابيندا، بطلة فيلم الرعب الذي عكر صفو المتتبعين للعرس الافريقي في بدايته. الكاتبة الجزائرية بقيادة المدرب رابح سعدان احتفلت بالتأهل، لكنها أكملت التحضيرات اليوم بكثافة، علما منها بمهمتها الصعبة أمام متصدر المجموعة الثانية منتخب كوت ديفوار المدجج بنجومه الكبار وعلى رأسهم ديدي دروغبا، والذين جاءوا على غير العادة للظفر باللقب الذي ولى ظهره للفيلة في مناسبات عديدة. اليوم أجرينا تدريبات خفيفة قبل البدء بالتحضير للدور ربع النهائي أمام الكوت ديفوار. سنذهب غدا أو بعد غد إلى مدينة كابيندا ونأمل أن نقدم الأفضل. الجزائر نحو الأهم، وهو تعدي كل العقبات وتحقيق الحلم الأفريقي الذي يراود الجزائريين في كل مكان، ومهمة ليست بسهلة في ظل غياب بعض العناصر المؤثرة في المنتخب. وفي هذه اللحظات وأنا أكتب هذه السطور، توجه إلى ستراسبورغ وسط الميدان ياسين بزاز الذي سيغيب عن بقية المنافسة بداعي الإصابة، والذي صرح حصريا لميكروفون صدى الملاعب. نروح لفرنسا ان شاء الله باه ندير دي راديو دي زيكزام بي ابروفوندي باه نعرف اكزاكتمون واش عندي في الجنو، وباه نسواني روحي مليح ونرجع بلي فور ان شاء الله. يعني ياسين راح يغيب على المنافسات الافريقيه. سي نورمال، انا متاسف بزاف على الغياب تاعي في الادوار القادمه ان شاء الله، و ما يقولوا هذا مكتوب الله، و جو كونت سور مع اصحابي باه يكملوا في المشوار هذا. المدرب رابح سعدان تحدث عن البدلاء وأعطى أهمية كبيرة للمباراة المقبلة التي ستعرف مشاركة بعض الأسماء الغائبة عن المحطة الأولى والثانية، ليكون التفاؤل عنوان أجواء المنتخب الجزائري لتعدي العقبة المقبلة. نرك عندنا 6 أيام، يعني ممتازة، استرجاع للراحة، 3 أيام استرجاع للراحة طبعا بعمل تكتيكي في نفس الوقت، وثلث الأيام الأخيرة تكون مخصصة على الأشياء التكتيكية حسب الخصم. رضي صلاح، صدى الملاعب. كل الأمنيات لمنتخبنا العربي الجزائري. شو حسيت من التقرير يا خالد؟ لا، تقرير برضه زي بيدل على التقرير اللي كانت قبل كده، في تفاؤل وفي ثقه موجوده بالنسبه للمنتخب الجزائري، واعتقد كمان الثقه خدوها بالتاهل للدور الثاني. بس المباراه صعبه للمنتخب الكوت ديفوار، منتخب قوي جدا وامكانياته الفنيه عاليه، ويمكن برضه يبقى احتكاك قوي ما بين فرقتين وصلوا لكاس العالم، اذا كان الجزائر او كوت ديفوار، من منهم الاقوى، من منهم الافضل، من منهم كمان الاكثر فنيه. احساسك شو؟ احساسي طبعا المباراه صعبه جدا على منتخب الجزائر. طبعا اتمنى زي اي عربي في العالم غصب عن برضه اللي بيقول انه ما فيش عربيه، اتمنى من كل قلبي طبعا فوز منتخب الجزائر، لان في النهايه كلنا عرب. ان شاء الله المنتخب الجزائري ما يتاثرش بالتنقل مقر الاقامه والملعب، هذا الجزئيه الصغيره اللي ممكن تاثر، ممكن ان شاء الله ما تاثرش على المنتخب الجزائري. بس يمكن يرجع عن تيحيى يعني والله اللي يميز المنتخب الجزائري الروح الموجوده، رغم غياب بعض اللعيبه الممتازين، روح المنتخب الجزائري دائما موجود، وهذا اللي ممكن يفرق في مباراه الساحل العاج. كابتن رابح سعدان يتكلم على 6 أيام اجازه بالنسبه لمنتخب الجزائر، كوت ديفوار مريحه بقى 10 أيام. صحيح صحيح. نفس الشيء صحيح. طيب حقرا بس شويه